اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. رمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل، والتفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى لها اسرار، وخاصه المطبخ. معانا النهارده هنفطر ايه؟ معانا النهارده شويه لحمه مفرومين، هعمل كفته مشويه على الفحم. واسرار عمل الكفته وما تفكش منك وما تنشفش منك وتبقى طريه وتبقى فيها الطعم الجوسي بتاع الراجل الكبابجي او الحاتي، كل التفاصيل دي هنشوفها مع بعض. معانا النهارده شوربه الحريره من المطبخ المغربي، اخواننا في تونس والمغرب والجزائر عندهم شوربه مشهوره كده زي شوربه العدس عندنا، وسبحان الله يا شوربه الحريره فيها العدس المصري، وما تبقاش حريره وطعمها حلو الا بالعدس المصري. تحيا مصر. هنعمل الحريره النهارده فيها تفاصيل كتير. ايه تفاصيلها؟ فيها لحمه، فيها رز، فيها عدس، فيها حمص، كل ده في حله واحده بيجمعهم طماطم معصوره. وطبعا لاسرار شوربه الحريره وليه سموها الحريره هنعرف الكلام ده ان شاء الله مع تفاصيل الحلقه لما نشتغل مع بعض. معانا كنافه النهارده هعملها بالفراوله. احنا اتفقنا من بدايه الشهر الكريم كل عام وحضراتكم بخير ننتهز الفرصه اولادنا والمبادئ ونعلمهم قيم الصوم بدري وفي سن مبكر، فازاي نعمل لهم الاكل اللي بيحبوه على السفره؟ ده مهم جدا. من ضمن الحلويات اللي هنعملها النهارده الكب كيك كنافه، هنحشيها فراوله، كنافه كده لطيفه. أن طبعا هتاخد السمنه البلدي وتتحشي فراوله ونقدمها لاطفالنا الحلوين، وفي نفس الوقت كمان نشجعهم على الصيام. النهارده مفيش سمبوسه. ليه؟ عملنا سمبوسه يومين ورا بعض والسمبوسه افكارها محدوده شويه. النهارده طبق الفول ده اساسي معانا ان شاء الله 30 يوم. النهارده ثالث يوم رمضان هنعمل الفول بشكل جديد وبطعم جديد. حاجه اسمها بطبق الفول بالبيض. الوجبه دي وجبه سحور متكامله مع كوبايه شاي مع سماع التواشيح والابتهالات الدينيه اللي بتشوفها على القناه الاولى قبل الفجر مباشره. الاستمتاع مع السحور احلى في السحور مع طبق المطبق الفول ازاي وقيمته الغذائيه العاليه جدا مع كوبايه زبادي، يبقى لطيف وجميل. تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه، هنشوف الكلام ده ان شاء الله بعد ما نطلع فاصل صغير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حلك سرك يا ابو الشيف، خلينا نستعرض معانا الطاوله بتاعتنا او الكاونتر بتاعنا. كل الحاجات دي متواجده، واحنا قلنا لحضراتكم مبدأنا ودوري ان انا من بدايه الشهر الكريم يعني ان انا اخليكي تعملي سفره فيها تفاصيل كتير وفيها شكل جديد وطعم جديد بتكلفه قليله جدا. شويه لحمه مفرومين، برغل معانا، هنعمل كفته، هنعمل شوربه الحريره وهكذا. معانا النهارده طبق بطاطس انا حابب ان احنا نقدمه لاولادنا على السفره عشان نشجعهم على الصيام. اسمها في المطبخ الطلياني بطاطا ان، ده الاسم بتاعها. ايه طريقتها وايه فكرتها؟ البطاطا بتتقطع شرايح ومعانا كريمه لباني ومعانا حليب، انا هضيف لها شويه سلامي او مرتديلا، منها الفراخ ومنها اللحمه، وهنقدمها لحضراتكم بتبقى لطيفه وحلوه. ممكن نسميها بطاطا جراتان او بطاطا ان او بطاطا صينيه البطاطا في الفرن بالسلامي. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله، نبدا نشتغل فيها واحنا مع بعض كده واحده واحده. البطاطا متقطعه عندي شرايح ومعايا كريمه لباني ومعايا حليب. الحليب على النار بيسخن عشان ما تاخدش وقت كبير مني، والحليب في حاله ما هو بيسخن كده بنحط عليه شويه بهارات. هي البهارات ملح وفلفل وشويه زعتر على الحليب. ادي الفلفل وادي شويه الملح التمام وشويه الزعتر، ده على الحليب اللي احنا هنستخدمه لطبق البطاطس او لصينيه البطاطا ان، عشان اللي حابب ياكلها من المطبخ الطلياني هي بالمسمى ده، ولكن هي بطاطا جراتان انا هضيف لها لحمه بارده، ممكن تضيف لها لحمه مفرومه. ده الحليب بتاعنا اهو زي الفل جاهز كده. نجيب كسروله ازاز سريعه مش تاخد منك وقت، اسهل من عمايل الشاي زي الشيف المغازي ما بيقول. هنجيب الصينيه زي ما هي كده، وخدي مني التركايه دي عشان تدعي لي. حلو، نوسع لنفسنا كده شويه اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ علشان ادخل الصينيه دي في الفرن واستناها على المغرب ما ياذن هتاخد وقت كبير مني في الفرن. فنقوم نعمل ايه؟ عندي ميه بتغلى على النار، ميه بتغلى على النار، بنجيب مصفى ونعمل لها حمام بخار كده لا يتعدى مثلا دقيقتين ثلاثه، بس لازم تكون الميه بتغلي.
يبقى احنا كده بنحل البطاطس شويه، بنحضرها علشان ما تاخدش وقت كبير. شفت انا عملت ايه التركايه دي؟ اهو البطاطس كده جاهزه، تلاحظ ان لونها اتغير شويه، وابدا ان انا ارصها كده. خلي بالك هي سخنه هنا، شفت الجو ده كده اهو. طبق حلو ولذيذ مش مكلف، اعتقد ان احنا كلنا وانت جاي من بره، هات يا ابو محمد معاك شويه لحمه مرتديلا او سلامي، الفراخ او اللحمه دي موجوده عند اخواننا بتوع الايه ده، موجود تقريبا عند كل البقال كله بالشكل ده كله. هتجيبيها منها فراخ ومنها لحمه وفيها اشكال والوان، دينا ذكر اسماؤها اهو. ادي البطاطس بالشكل ده كده، عندنا السلامي ده كده منه فراخ ومنه لحمه اهي، حاجه حلوه الاطفال هيحبوها. ما عندكيش ده، هات السجق، هات السوسيز، هات الهوت دوج، ده مشهور ومعروف، منه الفراخ ومنه اللحمه اه زي الفل. نرص كمان صينيه من البطاطس عليها، تعملي صنف واثنين وثلاثه، اللي مش عاجبه ياكل من البطاطس ياكل من الكفته. شوربه الحريره فيها اللحمه وفيها العدس وفيها الحمص وفيها الرز. اللي بيميز طبق الشوربه ده للامانه مكوناته، فيها كل حاجه. هتقولي لي الرز مصري ولا بسمتي؟ يفضل رز مصري، ليه يا مغازي؟ علشان نشوياته العاليه والكربوهيدرات اللي موجوده فيه بتديني قوام لطبق الشوربه. ليه سموها الحريره؟ انا مش هجاوب على السؤال ده ولا التفاصيل دي غير لما انا اجي اقدمها. ادي الحليب عندنا زي الفل، ننزل بشويه الحليب كده اهو. هنا البطاطس بقى هتستوي، هتديني نشويات مع السلامي. في المرحلة الأخيرة من السوى هنزل بالكريمة اللباني وادخلها الفرن يا عم الشيف. حطينا دول كده زي الفل، معانا جبنة موزاريلا، بناخد شوية كده، الله أكبر اهو. ونحط تاني شوية حليب عليها، توم الجبنة تعوم في الحليب، تقوم ما تحمرش معايا بسرعة وما تاخدش لون بسرعة، التركاية دي مطلوبة. ننزل ببقية الحليب اهو، شفت الجو ده كده اهو. تخش على فين يا عم الشيف؟ على الفرن. الصينية الحلوة دي يا عم الشيف انا خدعت البطاطس، اديت لها كده غلوة على النار، حلتها يعني مستعده هي دلوقتي للتسويه. الحليب مغلي فكل حاجه جاهزه، دي مش عايزه لها في الفرن اكتر من 10 دقائق 15 دقيقه بالكتير، ولكن هتتحط فين يا عم الشيف؟ في ارضيه الفرن اهي زي ما هي كده. خلصنا من اول طبق، بس ما خدش منه اهي. دي طبق لما يبقى بقى كله مستوي مع بعض والبطاطس تستوي، اسمها بطاطا قال او بطاطا جريتا. ايه الاخبار؟ بطاطا قال، البطاطا استوت بسرعه ليه يا عم الشيف؟ التركايه خدت غلوه في الميه قبل ما انزل بيها على الحليب اهي. اللهم صل على النبي اهي. نخش على اللي بعده. ايه يا عم الشيف؟ هعمل دلوقتي شوربه الحريره، احطها على النار واخلص منها لان فيها رز وفيها عدس وفيها تفاصيل كتيره. حلو الكلام؟ اه. ايه مقاديرها على الشاشه؟ لحم كندوز متقطع مكعبات، او ضاني متقطع مكعبات، او لحم بقري اللي موجود عندك. ومعانا حله كده على النار، نستخدم ليها معلقة سمنة حلوة زي الفل. الشوربة دي مش هتاخد وقت كبير مننا غير اللي هي بس هتتحط على النار، فترة التسوية كتيرة، إنما إنك تحطها على النار وتحط المكونات بتاعتها دي سهلة جدا. معلقة سمنة، نحمر فيها بصلة ناعمة، المقادير على الشاشة شفناها يا شباب، عدس أصفر، عدس أصفر، وعندنا لحمة متقطعة مكعبات صغيرة كيوبس صغير، ومعانا رز مصري، ومعانا حمص الشام، ومعانا بصل وتوم ومعدوس اللي هو البقدونس، ده المسمى بتاعه في المغرب او في تونس، وكزبره خضراء. بهاراتها طبعا البهارات العربيه، القرفه اللي هي الدارسين واللومي، كل دول مع بعض. والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. ننزل باللحم المتقطع ده كده، بتقطع صغير كده يعني قد حبيه الحمص يعني اه اه. شايفه الجو ده كده اه اه، حلو قوي. شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتتميز بالمحتويات بتاعتها اه. ونقلب كده
ملاحظه حاجه ان انا ما نزلتش بالثوم هنا عشان الثوم ده يتحمر بسرعه، فانا مش عايز ياخد لون مني عشان ما يمررش الشوربه. اهو اللحمه بس يتغير لونها، انزل ببقيه المكونات، العدس والرز والحمص. كل دول مع بعضيهم. اذا شوربه فيها كل المكونات دي، مش محتاجين حاجه على السفره غير طبق سلطه خضراء حلو كده، او طبق رز جنبها رز ابيض عشان الاطفال الحلوين، وصينيه البطاطس اللي انا دخلتها في الفرن دي كده. حلو، فص توم حلو كده، اللهم صل على النبي. اهو شفت التركية دي، مكعب زبده صغير. حلو، معانا العدس بتاعنا ومعانا الرز، اللهم صل على النبي، ومعانا كمان عود نعناع حلو كده عشان ريحه التوم. تعمل ايه يا شيف؟ تركايه وتعلمي الحته دي بقى. خدت مكان صغير كده في قلب الحله ونزلت بمكعب زبده صغير، والفص التوم الحلو ياخد لون كده ما يحمرش من الجامد علشان ما يمررش بقيه الشوربه، وكده اخلطه مع بعضه. اهو ده المطبخ، مطبخ يا سيدتي مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه. والله العظيم من المطبخ ده تقدر يكون فيه صلة رحم، من المطبخ ده فيه حب كبير قوي. نحط العدس، نحط الرز، عندنا الحمص مستوي مش هياخد وقت كبير. عندنا مية بتغلي على النار، كل الوسائل دي بتساعدك على انك انت ما توقفيش في المطبخ كتير. تاخد المية دي كده تسقطيها. أبا اللهم صل على النبي. شوربة الحريرة المغربية بخفة دم مصرية، هنسيبها تغلى على النار، العدس والرز والحمص كله يستوي مع بعضه. شوربة الحريرة على النار، نبص عليها بصة كده، نزلنا عليها بطماطم مضروبة في الخلاط، عينيا هي زي الفل، فيها اللحمة المتقطعة مكعبات، فيها الرز، فيها العدس، فيها الحمص، فيها تفاصيل كتيرة، ولكن التركاية وليه سموها الحريرة لسه ما وصلناهاش، هنوصل لها بعد شوية. اللهم صل على النبي. الرز طبعا هنا المصري بتاعنا غني بالكربوهيدرات والنشويات، هو اللي هيديها القوام. هو المفروض بيتحط لها معلقه دقيق، انا مش هحط لها دقيق للامانه، وده اختياري، بس هي باشهر المطاعم يعني يحط لها دقيق عشان تدي قوام. انا هعتمد على قوام النشويات بتاعه الرز والعدس. حلو الكلام، حلو الكلام. هنغطيها ونسيبها على النار. الصباع ده شوفها كده، وده بقى شايفين السمنه ديت، ده خير الريف المصري بقى والصعيد المصري، السمنه الحلوه دي شايفينها اهي. بص على السمنه دي والله العظيم لو حطيناها في برام رز مش يتكلم مصري، يقول تحيا مصر. اتحطت في فطير مشلتت، بقول لكمش هنحط منها في الشوربه بتاعتنا، عشان كده بقول لحضراتكم بخفه دم مصريه. شوربه الحريره، الله على الريحه. مكعب سمنه، اوبا اوبا، بص بص بص، صل على النبي. هو ده هو ده، الشوربه دي بقى مش هناكل حاجه غير هي. الله. ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف؟ دي هتاخد المعدوس دلوقتي اللي هو البقدونس والكزبره الخضراء، وبرضه هنقول سموها الحريره ليه في الاخر خالص. هي كده جاهزه، اهدي النار عليها واسيب السمنه تسيح براحتها. الشوربه اخبار ايه؟ الله، هو ده. نغرف الشوربه دي كده بسرعه بقى عشان نقول سموها الحريره ليه سريعا كده. طبق الشوربه معايا. الشوربه اخبار ايه؟ معايا جاهزه، ارفعها اغرفها. وليه سموها الحريره؟ جت الفرصه ان انا اجاوب على السؤال، جت الفرصه ان انا اجاوب على السؤال اهي. يلا يلا يلا، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. شوربه الحريره من المطبخ المغربي، وليه سموها الحريره يا مغازي؟ وانا معاكي دلوقتي حالا. اللهم صل على النبي. ناخد هنا يا عم الشيف ايه بقى؟ صفار بيضة، صفار بيضة، واحنا مع بعض التفاصيل دي مش هتلاقيها غير مع المغازي. صفار بيضة. ليه سموها الحريرة؟ هو ده. يا دلعك يا دلعك يا شيف. تحويل الصفار لحظة إضافته للشوربة المغلية
بيولد الخطوط الحريرية لطبق الشوربة. بس شفت لسه بقول حريرة؟ اوعى تحط بياض تقطع منك، الصفار اللي يخليك يديك الخطوط الحريرية. دي التفاصيل اللي بقول عليها. اصبحت ان الوجبة بتاعتي وجبة متكاملة فيها كل العناصر. ما تستغناش طبعا عن المعدوس بتاعنا. عينيا، ايه المعدوس ده يا عم الشيف؟ اللي هو البقدونس. يعني الفول ده لسه ده الفول ده لو ما عملتوش هنضرب. خلي بالك ده، بص كل يوم انا اعرف ناس والله العظيم بيعملوا الطبق الفول اللي انا بعمله على السحور. حلو. شوربة الحريرة. طب نقلب الكفتة، نقلب الكفتة اللي ريحتها قلبة الاستوديو دي. الشوربة كده جاهزة. عرفتوا الحريرة سموها ليه الحريرة؟ عشان لما حد يسألكم. حلو. عندنا حاجتين هنشتغل فيهم دلوقتي. طبق الكنافة بالفراولة علشان نحطها في الفرن تستوي وتطلع تاخد الشربات بتاعها أو العسل زي ما احنا عايزين. مقادير الكنافة بالفراولة، وهي بتاع الفراولة. كنافة، وعندنا الكنافة زي الرز دلوقتي. وعندنا سمنة بلدي على النار بتسيح. وعندنا مية الزهر. ومعانا شوية فراولة حلوين. زي ما هي كده زي الفل الفراولة. مش هقطعها ولا حاجة غير على طول على قوالب الكب كيك. كده خدت الكنافة. السمنة البلدي أخبارها إيه؟ أهيت زي الفل. بنزلها على الكنافة. سر الكنافة في تسمينها. سر الكنافة في السمنة بتاعتها. زي الفل تمام. عندي مية زهر. حلو. ممكن تحط الله على الريحة الحلوة. ايه ده؟ واقلبها كده. ركزي معايا بقى. دي بقى انا هحط لها شوية سكر. هحط لها ايه يا عم الشيف؟ شوية سكر. وانا بعملها كده وانا بفلفلها للكنافة دي. ليه يا عم الشيف السكر؟ السكر هيساعد على الاحمرار السريع. وسكر ايه كمان؟ سكر زي ما هو كده بتاعنا العادي. مش بودر. زي الفل. بس واقلبها. عشان احطها في قوالب الكب كيك اللي عندي دي. كنافة بالفراولة. ممكن تعملها صينية، ممكن تعملها كبيرة، بس انا حابب اعملها قوالب الكب كيك. هتعجب الاطفال الصغيرين، علشان انا حابب ان الاطفال يحبوا السفرة الرمضانية. لان احنا في رمضان في لغاية دلوقتي يعني، ومش الموضوع ده برضو لازم ان احنا نعمل عليه كنترول. يبقى جوزي بيحب العكاوي، اجي عامله له صينيه عكاوي حلوه، شويه محش كرنب. يجي الطفل يعني مسكين عايزين نشجعه على الصيام، يلاقيش حاجه على السفره. بطاطس مقليه ماشي، بطاطس زي اللي انا عملتها دي حلوه ماشي. هيلاقيكي بتعملي الكنافه دي، هو بيحب الكب كيك من اساسه كده. شفت انا بعمل ايه كده؟ اهو بحط كده، اهو اوزع كده بالسمنه والسكر وميه الزهر، واعمل طبقه صغيره كده. طبعا انا عامل الصينيه اهيت قدام حضراتكم دي، عشان بتاخد وقت شويه. لازم بعد ما تطلع من الفرن تتساف في التلاجه تبرد شويه بعد ما تاخد الشربات. ممكن ناكلها سخنه وممكن ناكلها بارده زي ما احنا عايزين. وهمسك الفراوله دلوقتي اوزعها على القوالب دي بالتساوي. سكينه صغيره كده معايا اهي. اللهم صل على النبي. واخد الفراوله دي يا عم الشيف. افكار سهله وبسيطه. فراوله اهو، قطعتين من الفراوله في قلب الكب كيك. وهنا نفس القصه. دي طبعا انا هنزل عليها بكنافه دلوقتي. حاجات حلوه وسهله. بيقولوا لي في الكنترول ينفع نحط موز؟ ينفع. ينفع نحط تفاح؟ التفاح في الحاله دي لازم يستوي شويه، ما تحطوش ني غير الفراوله. الكيو ممكن تحطيه زي ما هو، الموز زي ما هو. لو هتحط تفاح يا اختي يا خالتي يا عمتي يا الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني، يحط التفاح بعد ما يستوي شويه. وابدا احشيها كده فراوله بالشكل ده كده. نفس القصه. معايا فراوله كبيره. احنا الفراوله عندنا بسم الله ما شاء الله السنه دي عسل بالشكل ده كده. شفت الجو ده كده. تاني واحده. ايديا اوزع كده. واخد فراول، واخد كنافه من اللي عندي دي كده، اوزع هنا شويه زي الفل. اهو
واخد الكنافه اهيت يا عم الشيف زي ما هي كده، احطها هنا كده اهو، واضغط جامد اهو، اغطي الفراوله بالكنافه واضغط جامد اهو. هنا الفرن درجه حرارته 180 هتطلع ماسكه نفسها زي الفل. شفتوا الفكره ازاي؟ حلوه وسهله وبسيطه. انت بقى الحشوه، ولادك بيحبوا الموز احشي موز، ولادك بيحبوا التفاح حطي تفاح، حطي بيحبوا الكيوة حطي كيوة. عايزه تعمليها بالتمر تبقى لطيفه وحلوه ماشي، هي الفكره. انا بحطها لك وانت ايه ابني عليها الاسس والقواعد بتاعتك. اللهم صل على النبي. واسويها كده يا عم الشيف. درجة حرارة الفرن عندي 180، اضغط عليها جامد كده اهو، مش هتاخد وقت كتير في السوى لان الكنافة عليها سمنة بلد كتير وعليها شوية سكر، فمش هدي فرصة ان الفراولة هنا ايه تنشف معايا. درجة حرارة الفرن عندي 180. صلي على الحبيب قلبك يطيب. افتح الفرن يا عم الشيف. ايه الحكاية هنا؟ لا صلي على النبي. نطلع البطاطس وندخل العب. يلا اللهم صل على النبي. ناخد الكنافه يا عم الشيف ونحطها في ارضيه الفرن. اخبار الكنافه ايه؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. كنافه الكوب بتاعنا، في واحده معانا ودي الثانيه اهي. اللهم صل على النبي اهي. كنافه بالفراوله زي الفل، نسقيها شربات واحده واحده مع بعض زي الفل. خلصت الكنافه، خليها على جنب كده اهي. ده المطبخ، بساطه سهوله مرونه. تعالوا مع بعض سريعا كده نشوف طبق الفول هنعمله ازاي، علشان مهم جدا ان احنا نعمله. طاس على النار ان شاء الله هنعمله باذن الله اهو. حلو، ومعانا الفول بتاعنا من القدره كل يوم زي الفل. هنهرس الفول ده يا عم الشيف بشوكه كبيره، مهم جدا. مطبق الفول وجبه فيها بيض اهو، شوفنا شغال ازاي اهو بالشكل ده كده اهو. هياخد بيض مسلوق، والمقادير على الشاشه. انا هعمل واحده وحضراتكم كده هتعرفوا ايه فكره عمل مطبق الفول وانا شغال اهو. ابدا احط هنا البصل وشويه بقدونس او كرات او بصل اخضر، حط فص ثوم ني مع الفول بيديله شخصيه، واقلب ده مع بعضه. عندي بيض مسلوق اهو، ده بيض مسلوق اهو في قلبه بالشوكه دي كده، واضغط على البيضه. يلا انزلي. اللهم صل على النبي اهو، شفت الجو ده كده اهو. طبق فيه كل حاجه. هناخد الفول ده بعد ما ياخد غلوه على النار، معانا الرقاق بتاعنا، او نجيب العيش الصاج من عند اخواننا السوريين. شايفه الطبق ده كده الف هنا وشفا للي ياكل منه زي ما هو كده يا عم الشيف. نوسع كل ده ونشيل. يلا نوسع الدنيا دي كلها. عينيا حاضر اهو زي الفل. شاخد الكفته الاول نغرفها بسرعه. انتوا لو مكاني في المطبخ دلوقتي هتكوني مبسوطه. ليه؟ تعملي حاجه حلوه، مبسوطه ان هي بتطلع معاكي حلوه. زي كل ست بيت وزي كل ام لما بتعمل اكله حلوه بتتباهى بيها قدام مين؟ صحابها وقدام قرايبها وقدام ضيوفها. مقادير عجينه البيتزا يا كلاتي، ما زلنا في ثلاث اسئله بتسيل فيهم من زمان، من سنه 2000. البيتزا والبشاميل والفراخ البانيه. البيتزا 3 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره معلقه سكر، ندوبهم مع بعض ميه دافيه. اشتغلت الخميره بواسطه الميه السكر والميه الدافيه بقت سريعا، خلطناهم مع بعض، عجلنا العجينه بتاعتنا بماده دهنيه يا اما زبده يا اما سمنه يا اما زيت، المقدار نص كوب. عجلنا العجينه بتاعتنا، اذا احتاجت لشويه حليب حسب الرغبه او ميه دافيه وحسب الدسامه وحسب الصحه. عجلنا العجينه مرحله اولى تخمير نص ساعه،
بعد كده بنفردها في صواني ونسيبها لمده 15 دقيقه بعد فردها في الصواني. علل ولماذا؟ عشان تاخد شكل الصينيه وترتفع معايا بشكل الصينيه. بحط التوبنج بتاعنا زي ما احنا عايزين، صلصه الطماطم مدعمه بزعتر وتوم وبصل، وبعد كده نعملها باللحمه او بالفراخ حسب الرغبه. نخش في الطبق المهم جدا دلوقتي، هنعمل الكفته بتاعتنا المشويه على الفحم. المقادير على الشاشه، كفته مشويه على الفحم، معانا لحمه مفرومه ضاني. حلو الكلام، يعني ما ينفعش كندوز ينفع. نبص على الشوربه كده، ومعانا كمان معلقتين من البرغل وبصل وتوم وفحم عندنا جاهز علشان نبخرها بالفحم. شايفين الشوربه خدت القوام ازاي؟ السر في شويه الرز المصري والعدس المصري للامانه. ليه سموها الحريره برضو مش هقول دلوقتي، في نهايه الحلقه. تعالوا نشوف الكفته بتاعتنا نعملها ازاي سريعا. بنجيب الكبه، فين الكبه؟ اهي الحمد لله. يبقى احنا عندنا في الفرن ايه دلوقتي؟ الكنافه. فكرني بيها يا شفيق الله يبارك لك عشان اكلك منها، لانها محجوزه خلي بالك. ومعانا كمان اللحمه المفرومه اهي. فين البرغل؟ معانا اهو زي الفل. تمام. البرغل ده بقى هو السر، علشان الاسئله اللي بتسالها كتير. انا خدت برغل اهو. شايفين البرغل ده كده؟ ده السند بتاعك في المطبخ. شويه كفته لحم ماشي، كفته جمبري ماشي، كفته سمك ماشي، تعملي كفته فراخ ماشي، برغل. دول كفايه قوي على اللحم. حلو قوي زي الفل. واشيله من قدام عينيا عشان مش عايز ابقى فيها برغل كتير. انا مش بعمل كبيبه. معانا بصل ناعم، معانا توم ناعم. حلو الكلام. ومعانا كمان يا عم الشيف البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل، شويه قرفه ناعمين حلوين علشان الزفره بتاعت الضاني. عندك الضاني بيبقى فيه سنه زفره كده مع الاولاد، يقول لك بيبقى زفر. نحط فلفل وقرفه. انا مش عايز زعتر في الكفته دي على فكره، الزعتر بيخطف الطعم. ممكن اضيف حاجه حلوه قوي، ايه هي؟ معلقه كاري صغيره كده حلوه تطعمها اهي. ده كله على البصله. كل ده على البرغل. حط شويه كمون وشويه كزبره حلوين كده. زي الفل يا عم الشيف. ونطحن كل ده مع بعضه. اللهم صل على النبي. يلا اللهم صل على النبي. هي دي السر. شفت انا بعمل ايه؟ البرغل طحنته مع بصل، طحنته مع توم، مع حطيت، بيقول لي اللي انت بتحطه اخضر ده يا شيف، ورقتين نعناع اخضر حلوين كده بيخلوا الطعم الكفته شماخه. يلا نسمع الكلام. استاذن حضراتكم معلش، احنا بنخاف على ازعاجكم حتى من صوت الكبه. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف الكفته نعجنها مع بعض كويس وهنشويها على الجريلا واحنا واقفين بتتشوي. أنا هبدأ دلوقتي أحط الكفتة على النار. معانا جريلا درجة حرارتها عالية جدا، خلي بالك الأطفال ما يخشوش عليك المطبخ سخنة. ومعانا اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها كفتة مع بعض، ومعايا طبق فيه شوية مية كده وهشتغل. في طريقتين، يا إما إن احنا نسيخ الكفتة دي يا عم الشيف على سياخ خشبية بالشكل ده كده أهو، شفت الجو ده كده أهو، يا اما ان انا هشويها كده. حلو الكلام. تعال نعمل شويه الاول على الخشبه دي كده علشان كلهم يستووا ويطلعوا معانا في وقت واحد اهو. نشتغل مع بعض كده بسرعه اهو. اصابع الكفته المشويه على الفحم،
ودي يفضل طبعا تشويها اخر حاجه زي ما انا اشتغلت دلوقتي، عشان دي ما بتتسخنش، بتسخن تبقى مش حلوه، تبقى يعني ايه ناشفه كده، لا عايزه تبقى طريه. اه دي تطلعيها من الشوايه على طول على السفره. كفته مشويه على الفحم، الفحم فين معانا جاهز. بعد الكفته ما تستوي في نفس الطاسه يا عم الشيف، هنعمل ايه؟ هنحط نقطتين من الزيت ونغطيها بورقه زبده او بورقه فويل، تاخد الريحه الحلوه والشماخه بتاعه الفحم. والطريقه دي ما تعملهاش كتير، يعني مره في الاسبوع، مره في الشهر، مش كل مره يعني، خلي بالك. واحنا مخزنين مانجا، والله مخزن مانجا عامل حسابي، ممكن ما الاقيش المانجا دلوقتي الملحمه دي اللي من غير شعر، فعامل حسابي ان رمضان جاي الشهر الكريم، فمحتاجين لايه؟ دول كفايه قوي، حلوين قوي، عشان نشوف اللي بعده. حلو قوي، ونوسع الدنيا كده واحده واحده. طاسه اخبارها ايه؟ درجه حرارتها عاليه؟ اه. تشوي برجر، بتشوي لحمه، بتشوي ستيك مشوي، بتشوي فراخ، يفضل الجريلا تكون سخنه. اضرب الحديد وهو سخن. اه. سنه زيت صغيره كده، ونمسك الكفته بتاعتنا كده، اللهم صل على النبي، اهي. دي عايز لها بالكتير خالص 6 دقايق، 3 و3، كل ناحيه 3 دقايق تكون استوت معايا، يعني انا مش عاملها تخينه قوي. اللهم صل على النبي. زي الفل. ما تقلبهاش كتير بقى، ما تفرحيش بيها الشيف المغازل اداني طريقه ما تخليهاش تمسك، لا تسيبها كده تتشمع وتبقى زي الفل، هتستوي معاك وتبقى زي الفل وتقلبيها زي ما انت عايزه. تعالوا نشوف الكفته اخبارها ايه. اللهم صل على النبي. معلش هو الشغل كتير النهارده، بس انا عايز اعمل كل حاجه لحضراتكم كده اهو. وريني الكفته اللي فكت دي بقى كده اهو. جيب لي تفاصيل الكفته حبيبي. اهو ايه الجمال والحلاوه دي. اهو اللهم صل على النبي. اهو الله. الله. عندي حته فحمه حلوه دلوقتي، هشمعها الفحميه واقدمها مع عيش متحمص. زي الفل. تفك مين يا غالي؟ تحترم السنين الخبره وما تفكش. حلو. رشه زيت صغيره. شفت التجويده ديت؟ خدي بقى الحته اللي جايه دي بقى عشان تبقى الكفته طعمها حلو. عشان كده الكفته بتاعتي غير كفته الحاتي. حته زبده كده. وتسيبها تسيح براحتها خالص على وش الكفته. اصبع ايدك كده حته زبده صغيره تخليها لك طريه وحلوه. عندك ليا ضاني، قطعي حته ليا ضاني كده واضربيها في قلبيها كانك بتشوي خروف على الفحم. زي الفل. مهم جدا، عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ دايما البقدونس اللي بنغرف عليه الكفته او المشويات يفضل غسله جيدا، لان في اطفال على السفره ما ذنبهمش حاجه، بيمدوا ايديهم على اي حاجه ياكلوه منها. حلو، ما تقدرش نقول لهم ما تاكلوش من ده. فانت لازم البقدونس يتغسل كويس، الجرجير اللي بتحطيه تحت المشويات يتغسل كويس. لسه ما خلصتش، عايزين نشم ريحه الفحم. انا عارف. حالا دلوقتي. الله الله على الكفته، الله على الكفته وجمال الكفته. حته فحميه من اللي عينيا، والله خلصت اهو. حاضر، بس خلينا نشم ريحه الفحم كده عشان تتبارك الايه الاستوديو بتاعنا. حته ورقه فويل كده في طرف الطبق هنا كده اهو، زي ما انا شغال كده دلوقتي اهو. حاضر عيني. حاضر حاضر. طيب هقول على حاجه مهمه جدا، معلش يعني الفول ده نصيحه مني انا هعمله مع حضراتكم بكره، لان لازم تاكلوا الفول المطبق ده من ايدي. حلو الكلام، اعملوا النهارده على السحور الطبق الفول بالقوطه اللي انا عملته اول يوم في رمضان. حلو الكلام. نقطه زيت صغيره. مطبخنا النهارده شقاوه من كل المطابخ، طلياني عملنا بطاطا عين، عملنا شوربة الحريرة من المطبخ المغربي يا عم الشيف، عملنا كنافة بالفراولة لأطفالنا الحلوين تغطيها. حلو الكلام. وعملنا كمان
طبق سلطة خضراء لطيفة على السفرة بتاعتنا، ده لازم يكون متواجد على السفرة. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.